بداية بسم الله الرحمن الرحيم معكم سالم الرميثي مدير عام نادي أبو ظبي الدولي للرياضات البحرية الحمد لله استضيف على عاصمة أبو ظبي بطولة العالم الزوارق السريعة فورمولا 1 متزامنة مع احتفالات الدولة بالعيد الوطني يشارك تقريبا 12 فريق 24 زورق ممكن هذا الموسم إن شاء الله يكون الفرحة فرحتين هي احتفالا بالعيد الوطني وأيضا إذا الله أراد إن شاء الله وحصول فريق أبو ظبي على بطولة العالم حيث أن فريق أبو ظبي هو متصدر لبطولة العالم حتى الآن فإن شاء الله دعواتكم نكون قد المسؤولية ونرفع علم الإمارات من خلال هذا البطولة ونحسم اللقب من خلال هذه الجولة عدم انتظار الجولة القادمة يمثل هنالك فريقين يمثلون دولة الإمارات في هذه البطولة فريق أبو ظبي وأيضا فريق الفكتوري تيم فكل التوفيق لهم قد وجدود إن شاء الله الشباب ويستطيعون أن يكونون كلهم على المنصة إن شاء الله ويرفعون علم دولة الإمارات ونسمع عزف السلام الوطني من خلال هذه البطولة إن شاء الله When we arrive at a race and arrive at a championship, the aim is always to be on the top, period. But in this series, it's very hard. There's many, many, many good competitors. Of course, Team Abu Dhabi, Mad Croc Baba Racing. The China team is also very strong with Philippe Chiappe. He's the defending world champion. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم متسابق ثاني القمزي من فريق أبو ظبي الحين عندنا تجهيزات اللي هي سباق الفورمولا 1 اللي بيكون على كورنيش نجهز الزوارق استعدادا للبطولة هذه والحمد لله إن شاء الله نكون موفقين في السباق هذا ونحصل مراكز متقدمة إن شاء الله I race for China team since 7 years. I'm three-time world champion, and for this year we are good possibility to make a podium. It's very hard for us to win the championship, but we are a little lucky to win the championship if we win Abu Dhabi race and Sharjah race.
Thank you.